دايما مصر ولادة بمواهب كتير ومتعددة. فكرة انك ترسم عادي كده بورتريه او تعمل شكل حلو في رسمة ده امر طبيعي، لكن انك ترسم بالمقلوب وبعدين نعرف مين الشخص اللي انت رسمه ده قصة تانية كده. هتكون مع ضيفنا النهاردة البير مجدي، الى جانب كمان ان احنا هنتكلم معاه عن تجارب كتير ليه وابداعات في فنه بالرسم بالمقلوب، وفكرة انه وصل للعالمية من خلال ويل سميث النجم العالمي الجميل اللي رسم صورته وهو خدها وشيرها على صفحته او على صفحاته في السوشيال ميديا وقال انه ده بقلم شاب مصري، وطبعا وقتها بقى وهو بقى حديث العالم كله بفنه الجميل. خلينا نرحب بيه معانا النهارده، وطبعا هو رسم نجمنا الجميل كمان مو صلاح الى جانب شخصيات كتير، وهيكون عندنا تجربه على الهوا دلوقتي مع البير. اهلا بيك وصباح الخير ويوم سعيد. صباح الفل. اهلا بيك. يعني خلينا نبدا قبل ما نبدا رسم بقى مع بعض، انت بدات تمارس الرسم بالمقلوب؟ الكلمه نفسها يعني مستغربه بالنسبه لي، رسم بالمقلوب. الرسم بالمقلوب اول ما ظهرت في مسابقات، كانت هنا بقى ان انا اظهر للناس بشكل مختلف. ازاي اطلع للناس ولجنه التحكيم والجمهور ابقى مختلف عن غيري. الاختلاف في كان في الوقت ده كان مميز بالنسبه لي ومميز ليهم، ان ده ازاي بيرسم بالمقلوب وكنت صغير، فازاي اصلا انك تخوض التجربه وشايفين الموضوع صعب وانت بالنسبه لك سهل. انت بترسم بالمقلوب من البدايه؟ من البدايه. معدول عمري ما عملت خط بالمعدول. كان هو اصلا الموضوع بينك وبين نفسك انك تعمل حاجه بالمقلوب. انت عمرك فكرت ليه السبب خلاك ترسم بالمقلوب او كده؟ بالنسبه لي انا هو مجرد حافز اشوف الجمال البورتريه، يبقى عندي ان تديني سرعه، عايز اخلص بسرعه قوي عشان اشوف في الاخر الشكل عامل ازاي. فهنا بقى بالنسبه لي انا ان كانت حاجه حلوه قوي لما طلعت للناس وللجمهور، كان بالنسبه لهم ايه اللي انت بتعمله ده؟ ازاي بتعمل؟ شوقتنا بصراحه ان احنا نشوف. انت بتاخد وقت قد ايه في الرسمه؟ في بورتريه بياخد معايا دقيقه ونص، ثلاث دقائق، اربع دقائق، حد اقصى خمس دقائق في الصوره. مين اصعب شخص رسمته واخد معاك وقت طويل؟ ما افتكرش ان في حد كان صعب، بس طول ما الصوره او الشخص في تجاعيد اكتر، في تفاصيل اكتر، كل ما وقته زاد اكتر. الوقت زاد اكتر دي ست دقائق، يعني مش الوقت اللي هو يعني بقى مكان الحد الاقصى هو ست دقائق، ايا كانت التفاصيل. ايا كانت التفاصيل، يعني ده حد اقصى وصلت له في ست دقائق. انت بتاخد وقت تتمرن قد ايه علشان تطلع الرسمه في ست دقائق؟ ده برضو انجاز، وانت تطلع ملامح الشخص واضحه كده. كنت الاول بتمرن كتير، دلوقتي ممكن احفظ الصوره، يعني احفظها، ابص على الصوره احفظ التفاصيل. وانا دي لوحتي بالنسبه لي خلاص حفظت تفاصيلها قد ايه، المسافه بتاعتها. انت بترسم على نفس المسافه دي باستمرار؟ بس دي اتنين في بعض، دي اتنين. دول لوحتين في بعض. انا على طول برسم في المساحه بتاعتها متر في 70، فانا عيني حفظت انا ايدي فين واخرها فين واولها فين. خلينا نرسم بقى، يعني ارسم واحنا هنكمل كلامنا. خلاص اوكي، يلا تعالى نشوف. انا شخصيا وكلنا بالتاكيد وكل اللي بيشوفونا مشتاق يشوف. انا ممكن اقلع الجاكيت عشان اخد راحتي؟ مش عارف بقى. تمام. لا تمام، انا عامل حسابي. يلا بينا. هو من حق الفنان يعمل اللي هو عايزه مثلا. بنبدا كده. انت بترسم بايه؟ ده الوان ايه دي؟ دي الوان عاديه خالص، الوان اي حد ممكن يجيبها، اي حد. ودايما بترسم باللون الاسود؟ لا طبعا، بستخدم الوان كتير. على حسب الشخصيه برضو. دي لون واحد. لون واحد. بتحددها لون واحد او الوان مختلفه؟ لون واحد زي. وانت بقى المفروض بقى ايه تطلعي من اللون الواحد ده رسمه. شطاره بقى. يعني على حسب مثلا التدريج و كل حاجه تيجي من اللون الواحد ده. زي اللي بيظلل بالقلم الرصاص كده ويخلي الرسمه فيها الوان مختلفه يعني بدرجات. حتى الان يعني احنا كده نتوقع ان دي الدماغ مثلا. ولا ما نتوقعش؟ استنى لما تخلص. هو مثلا بالمقلوب بس مش لدرجه ان هيفهم دماغ بالمقلوب، يعني ممكن ناخدها يعني مش عارف. انا طلعت فوق اهو. مين اشهر يعني رسومات ليك او اشخاص؟ هو ويل سميث طبعا، الرسمه اللي عملتها. وبصراحه دي اللي خلتني على الميديا معروف شويه للناس. وهو بصراحه شكرا جدا ليه يعني صاحب فضل. انت عملت له منشن يعني ولا ايه اللي حصل؟ انا عملت الصوره ونزلتها عادي، كنت بهزر على الميديا. الناس هي اللي عملت منشن.
وناس صفحته وصلها لها ملايين المتابعين. طبعا تعرف حد تاني من الفنانين عنده نفس الموهبه رسم مقلوب على مستوى العالم بشكل عام؟ لا بصراحه، بس حاليا انا بعلم شباب كتيره يرسموا بالمقلوب. وطالعين حلوين جدا. اسهل علشان انت اول ما بدات ترسم رسمت بالمقلوب ولا بالضبط. هو اسهل علشان ايه؟ مش عارف، بالنسبه لي انا اسهل وامتع. طب جربت ترسم بالعدل يعني زي كل الناس ولقيت ان الحكايه صعبه بتاخد منك وقت؟ خدت وقت اكتر ومتعه، يعني كانت المتعه اقل فما حبيتش. المتعه في الصعوبه. انا بالنسبه لي الحاجه الصعبه اللي تمشي لها كتير بتبقى حلوه، بتبقى حلوه جدا لما بتطلع يعني لوحه جميله. ما حتى الان انت لما تكون في حفله مش قادر اخمن برضه، حتى لما تكون في حفله بتعمل حاجه انا بقول مش قادر اخمن. يعني احنا الصوره دي خلاص قربت تخلص. المتدربين معاك من سن قد ايه وبياخدوا وقت قد ايه علشان يقدروا يرسموا زيك بالبراعه؟ من اول 8 سنين، من وقت ما انا بدات بعلم الشباب من اول 8 سنين لحد مثلا 30 يعني سنه. يعني انت بتعلمهم من بدايه رسمك او ممارستك للرسم المقلوب؟ من اول 8 سنين بيجوا لي بعلمهم. ولازم يبقى عنده اساسيات يا البير ولا مش شرط؟ ممكن يكون ما بيعرفش يرسم خالص. لا مش شرط، ممكن يكون هو شافني حب الموضوع عايز يتعلم بيجي. بس يكون هو حابب الموضوع. مش طب هو احيانا برضو يقول لك ان لازم يكون عنده الاستعداد، يعني الموهبه برضو. إيه لا مش شرط، هو شاف الموضوع حبه عايز يخش يجرب، بيحب الموضوع اكتر لما بيقول لنفسه بيرسم رسمه حلوه وبتطلع زي ما هو عايز. طب التجاوب معاك وانت بتعلمهم، يعني اطفال صغيرين ازاي بيتجاوبوا معاك مع الصعوبه اللي احنا شايفينها؟ الطريقه في التعليم ازاي تخلي الصعب سهل فتلاقي الموضوع مستحب قوي. ازاي بتخليلهم الصعب ده اللي احنا شايفينه سهل؟ لا مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه صعبه بالموهبه. يعني انت لما بدات ترسم لوحتك كانت بنفس الجوده ولا مع الوقت بدات جودتها تبقى؟ انا لو الرسمه بعملها مش مقتنع بيها ما بطلعش بيها للناس ابدا ابدا. ما بتعتبرها تدريب. تدريب ولازم تقع مره ولازم تغلط ولازم تجرب بدل المره مليون. مين شخصيه قعدت تجرب فيها كتير كده وما ظبطتش معاك بسهوله؟ كان مو صلاح، عشان كنت عايز اطلع بيه بشكل مختلف عن اللي بعمله. كان في الوان وفي بالنار، بعمل بالنار. بالنار؟ برسم بالنار. طبعا ما كانش ينفع عشان ال ال هي خطر طبعا اكيد يعني. بس ازاي كانش ينفع هنا فلا سنار بقى وكده يبقى شغلها حلو قوي. انت ليه بتختار الحاجات الصعبه كده دايما؟ ما انا بقول لك الصعب يبقى حلو بقى، بيبقى بالنسبه للناس في علامه استفهام. انت كده خلصت الرسمه الاولانيه ولا مش كلها لسه؟ اوكي، دي الاساسيات. هو واضح هنا طبعا فكره استخدامك لنفس اللون ان هنا يكون غامق وهنا تخففه اكتر فبتقدر تغير في الملامح. بالظبط، انا بدات اميز ملامح المقلوبه بس مش معروف، مش باينه لي. يعني اللي هيقول عملت ايه هرسمه بجد. طيب جوه في الكنترول برضو يعني حاولوا تخمنوا البير بيرسم مين علشان هيرسم اللي هيقول الاجابه صح. ما جوه ممكن يصوروها ويعرفوا انا بعمل ايه اصلا. ياخدوا معاك وقت؟ يعني اللي هيفوز ده ياخد معاك وقت؟ لا خالص. على ما ترسمه؟ لا. انت بتقعد تذاكر الملامح قد ايه؟ يعني ممكن تلمح حد كده في ثواني ترسم البورتريه بتاعه ولا لازم تقعد؟ لو هقف ارسم زي كده لازم اكون حافظ الملامح كويس قوي. طب تحفظ ملامح دي يعني تقعد معاه قد ايه كده على ما تحفظ ملامح؟ هو الليل. هو يعني إيه؟ انا هرسم الصبح اقعد الليل مع كوبايه قهوتي الجميله واقعد ارسم واحفظ احفظ الملامح. مش شرط ارسم، يعني كان في الاول لازم ارسمها بقى وبدل المره اثنين وثلاثه واربعه واحفظ بقى الرسمه كويس قوي. احنا كده شايفين ان هو بالمقلوب من تحت لفوق ومن الشمال لليمين. هي بقى الفكره بقى ازاي ديك الاثنين يمشوا مع بعض ومفيش حد ايد تسبق الثانيه عشان ما تتلخبطش. تمام. فده كله بقى مع الوقت انت تقدر بقى تعمل الرسمه دي وتصغرها يعني وتصغر. طبعا. بس كل ما تصغر بس كل ما بتكبر كل ما بتكبر كل ما تكون اسهل. لما تصغر يعني كل ما بتكبر كل ما بتكبر كل ما الحاجه تكبر معايا مساحه كل ما تكون اسرع وقت واسهل معايا. طبعا اللي بيشوفونا بقى يجتهدوا. احنا خلاص كده قربنا نخلص.
طب والالوان بتبقى احلى بالنسبه لك ولا ان انت ترسمها بالاسود بس؟ دايما الالوان اللون الاسود عامه بيخلي اللوحه كده ليها وقار، حاجه حلوه، بيبقى لون مستقر بذاته واللوحه بيضاء. يعني مو صلاح لما دخلت فيه الالوان كان حلو قوي، كان اما في شخصيات بقى فيروز، عبد الحليم، ام كلثوم، لما بيكون مستقرين بلون واحد بيبقى حلوين جدا جدا. يعني مثلا اللون الاسود الصعب فيه هو ان انت مطلوب بلون واحد تعمل ملامح مختلفه؟ لا لا مش صعبه، لما لا 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 مش صعبه، اصل الالوان ممكن تخدمك، يعني ان انا اغير التفاصيل بالملامح باللون. الالوان ممكن توقعك، اللون لو معاك ما غطاش على اللون اللي بعده لازم يخش الاسود. اللون اللي بيفصل كل الالوان عامه هو الاسود، هو ملك الالوان طبعا، فلابد من الاسود في اي لون او في اي رسمه. انت قربت تخلص مش كده ولا لسه في تفاصيل؟ قربت تخلص ولا لسه في تفاصيل؟ خلاص. يا قلبي خلاص، تبر دي كمان خلصت، ناخد دي. احنا حتى الان كام دقيقه؟ 6 دقايق كده. 6 دقايق لوحتين خلصوا خلاص في نفس خلص. المده اللي انت قلت عليها كده احنا خلصنا بقى. حد عارف خلصت خالص؟ خلصت رسمتين. والله احنا يعني ما اعرفش اللي بيتفرجوا علينا ما يعني لسه ميزوها ولا لا. واضحه بس هي يعني وضحت جدا. اجي كده طيب، اجي كده اللي بهلنا واحنا نقول لك انت بتقلب باين. طب باين باين، انتوا اقرب ناس دلوقتي. احنا قريبين يعني، اكشف الستار بقى. باينه جدا يعني البابا توادرس والشيخ الشعراوي؟ طبعا لا، البابا بابا شنودة. سوري، بابا شنودة. تمام. الله يفتح عليك. ايه البراعة دي اولا، وهي مقلوبة، حرام عليك، انت ظالم نفسك وهي مقلوبة تماما. طول ما تبعد بتبان الملامح اكتر. تمام. وتخيل كمان انت عامل يعني خطوط معينة مقصرة مع الاضاءة، الاضاءة مطلعها احلى كده. التفاصيل هايلة كده، فهمت حاجة كويسة؟ شكرا على التسقيفة كده، انا سقف لك بجد. برافو عليك، يعني رائعة رائعة رائعة.